صوما مقبولا وافطارا هنيئا. يسعد اوقاتكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم دائما متجددين معكم في جولاتنا وامسياتنا الرمضانيه، واليوم راح نكون معكم في جوله جديده متجدده بصحبه شركه فلسطين للتامين. شو بدنا نقول؟ يعني انتم معنا بامان، يعني عنوان كبير شركه فلسطين للتامين، انتم معنا بامان. طبعا تامين على السيارات، تامين على الحوادث، العمارات، المنازل، وايضا العمل والعمال والمصانع، كل ما يلزم من التامينات الشامله والمميزه والخدمات والوكلاء منتشرين في الوطن لدى شركه فلسطين للتامين. كونوا معنا في هذا البرنامج مع شركه فلسطين للتامين، انتم معنا بامان. سيرافقني من وراء الكاميرا براء عمر خباب الاسمر، ومني انا منتصر العناني. يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم، طل جديده وامسي جديده وجولة رمضانية بصحبة شركة فلسطين للتأمين، تعالوا معنا. شركة فلسطين للتأمين، أنتم معنا بأمان. مساء الخير. مساء الورد. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. اسمك؟ علاء شكور. أهلا وسهلا فيك. وأنت؟ محمد شكور. أهلا وسهلا. كيف رمضان معكم؟ ما شاء الله عنه، جواء حلوة وممتازة، ويعني جواء بتجنن. الله يهدي الملبس. اللهم امين. طيب هلا بنرجع لك، عرفنا حالك. احمد خليل من الفراديس. اهلا وسهلا يا احمد. امين يوسف مخيم طول كلام. امين يوسف، اهلا وسهلا فيك يا امين. يعني احنا جولتنا مع شركه فلسطين للتامين المميزه. من وين طلع هذا؟ تعال. طيب انتم معنا بامان، انتم معنا بامان مع شركه فلسطين للتامين. يعني انا وين هذا؟ جيب لي، جيب لي بالله براء. هذا تقابلنا احنا وياه الزلمه قبل سنه. استنى استنى استنى، هذا تقابلنا احنا وياه قبل سنتين ونص صح؟ سنتين؟ السنة الماضية ورا عند محل القاعدة هناك صح؟ ورا التربية والتعليم. بوتشي، ايش يا بوتشي؟ شو يا بوتشي؟ والله انك رائع، وحياة النبي انك رائع وحبب، ليش الحكي؟ طيب على كل حال يعني نشيط ما شاء الله عليك. طيب اذا مشاهدينا ومتابعينا مكملين معاكم مع شركه فلسطين للتامين. بوتشي اسم روسي صح؟ بوتشي اسم روسي. طيب هلا عندنا سؤال لكم الاربعه. ايش كلبك صغير في مسلسل كرتوني قبل زمان؟ هو مسلسل كرتوني كمان اسمه بوتشي كمان، والله ما شاء الله عليه مؤدب. طيب هلا السؤال لكم، اسمع، ما هو البيت الذي يسكنه الغني والفقير والصغير والكبير؟ الكبير. عليه عليه كمان شوي، عليه. شو اسمه؟ القبر. اسمع شو حكى؟ لا. البيت الذي يسكنه الغني والفقير. شاعري نعم قلت شيء ولا بتعملش شيء؟ لا مش عاملش الحمد لله رب العالمين. طيب ما هو البيت الذي يسكنه الغني والفقير والصغير والكبير؟ شو القبر. القبر. يا عين عليك، من وين جبتها؟ علوي يا زلمه. وحياتي انك غشيتها عني. لا والله. لا والله. بوتشي جواب صح؟ جواب صح؟ صح، بقول لك صح، اعطيني. طيب هاي من شركه فلسطين للتامين، شو بتحكي لهم؟ كل احترام لك، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. رمضان كريم. شركه فلسطين للتامين، انتم معنا بامان. طبعا احنا بنكون مع شركه فلسطين للتامين، انتم معنا بامان. يا محمود سالناهم ماذا تعني كلمه الخان؟ يعني معروف احنا دائما نقول في الخان، الخان شو؟ في خان التجار في نابلس، في خان الاحمر، بس شو معنى كلمه خان؟ يعني شو معناتها؟ والله اسمع، مش عار السوق او شيء. لا مش السوق، عشان هيك راح اقول لك انه معناها الخان. غير كل الناس مفكر انه الخان خان التجار سوق هيك، زي طول حياتنا احنا نعرف انه مثلا نقول خان الاحمر، خان التجار، خان بس هي معناها شيء ثاني. في ناس ما بتعرف شو معناها بالضبط. يعني خيارات مثلا؟ خيارات، لما نعطيك خيارات معروفه على السريع عشان هيك مش راضيين نعطي خيارات. برضه ما عرفت انه السوق. السوق. شباب عارفين هذا؟ تهرب ايش؟ ايوه تخافش. طيب شو يعني الخان؟ بتعرف شو معناه؟ لا والله ما بعرف. طيب وانت؟ اسطبل الخيل. اسطبل الخيل. طيب زيه اسطبل الخيل. لا يا عمي مش اسطبل الخيل. شو جاي تغش؟ شو يا حبيبي؟ شو مرحبا؟ هات لك سؤال غيره. ما لا انا مسلط عليه هذا السؤال. يلا جكر فيك عشان ما يقدرش يعطيك. الخان؟ شو معنى الخان؟ يلا خذ جائزتك فوري. ما لا انا مناطق خان. الخان هلا بنقول احنا من الخان، خان التجار، السوق، بس لا معناها شيء ثاني، مش معناها السوق. خندق؟ لا. شو؟
شو مش عارف مش عارف يظبطك براء. لا مش عارف مش عارف يغششك الله يقدمني اياك براء. كيف مصباح مش عارف يظبطه عجبتني يا براء كيف مصباح قولي. طيب سؤال طيب هلا انت من وين من اي بلد؟ من ذنابي. من ذنابي شو علاقتك مع براء انت؟ حبيب براء حبيبك؟ صديقي. طب قول الصديق وقت الضيق هاي مش قادر ينفعك. مش عارف كيف من صديق؟ اول رمضان هم صلت علي شايف كيف بقول مش راح ينفعك مش كل مره هذا المثل مش مزبوط الصديق وقت الضيق هاي. لا 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 هاي مش قادر ينفعك ها طال الجوجل بس بيشوف. هاي بس هاي امانه لا انا بغشش بدون ما تقول بدناش تعطيه. طيب سؤال شو هي او شو الماده او المنطقه اللي لا يصلها الدماء بالمره في جسم الانسان تعرفها؟ هاي سؤال كررته صح؟ الذي لا يصلها الدماء مرة؟ الدماغ. كيف يعني الدماغ؟ الدماغ كيف بده يوصل الدم؟ كيف بده يتحرك الإنسان؟ هلا شوف عينيك شو فيهن؟ قرنية. شو؟ قرنية. قرنية هي الشيء الوحيد اللي لا يصله الدم. صح؟ القرنية سمعت فيها ولا سمعت إيش؟ لا جديد. طيب هاي هي الوحيد في جسم الإنسان لا يصلها الدم. القرنية هات يا سيدي أنا أحسن أنا ولا براء هسه لا منتصر حبيبي براء طيب هاي من شركة فلسطين للتأمين شو بتحكي لهم كل عام وانتم بخير ومعدينا معكم بالسلامة شركة فلسطين للتأمين أنتم معنا بأمان احنا شفت الكعبة ولا ما شفتهاش شفتها بس على التلفزيون على التلفزيون اوكي وانت شفناها رحت عليها رحت عليها رحت عليها طب حلو هاي ما راي عليها وانت شفتها طيب يعني انت شفتها وهو شافها وهذا راي عليها رحت عليها طيب كسوة الكعبة بتعرف قديش وزنها يلا قديش الكسوة وزنها ما لا اعلم طون ايش طون والله ما حملتها والله ما حملتها شو 400 عرفتها 400 طول لا 20 كيلو 20 كيلو على وين عدوه والله اعلم هي عرفاش شو ايش استنى شويه ارجع لورا غش تلفونك بسرعه والله ما حكيت غش طيب شو وزن الكعبه شو الكسوه تبعت الكعبه قد ايش وزنها 3 طن 3 كسرها بالمره 3 طن شو 3 طن من وين جبت لي 3 طن طب شو بدك من وين هيك جبت 13 كسوه شو بالضبط كسوه الكعبه قديش عروسي ايش عروس عروس طبعا عروس المسلمين ولا عروس المسلمين لقب ملوك ايش لقب الملوك انو خان لقب ملوك لقب ملوك لا انا ما قال لك وينو جيبوا لي دعش عينك القبض عليه والله شو كسوة الكعبة قديش وزنها؟ كسوة الكعبة يعني من أي ناحية؟ الكسوة المكسية بس مش مكسية قديش وزنها؟ شو؟ خلص شو ما عرفش شو يا أبو ال شو؟ أبو الملوك لقب الملوك أنا عارفه الصغير الخان شو معناها؟ محل بقى حطوا فيه مواد تموين زي هالشغلات ما هاي ما هو الناس هيك مفكرينها بس مش هي سؤال ثاني ما غيرنا أخر واحد ما غيرنا اخر واحد طب كسوة الكعبة قديش هاي 100 كيلو ايش 100 كيلو 100 كيلو على هنا على دوه على دوه شو يا سيدي الله اعلم الله اعلم هاي غيرنا لك السؤال كسوة الكعبة غيره كمان غيره كمان غيره طيب ماذا تعني كلمة افلاطون افلاطون ملك ملك طب انا بعرف انه ملك جبار جبار على عمري عالم يعني عالم مش احنا عارفين عالم ايه هاي 3 شو 80 شو 80 ليش كسوة الكعبه 80 الوزن سمعت يا عتيلي هاي العتيلي بجيبها وانت وقت 80 80 يعني ايش حطينا 120 انت حطيت 100 وحط 80 مش فرقي ال 20 هيك يعني قبل فتره يعني سمعت 80 يعني اسمع انت لما سمعتها كان عندك نكشات اثنين والله يعني عوشك جواب غلط طيب شو على هون على دوي يلا شو يعني هيك انا 70 70 150 كيلو 150 كيلو 170 170 هاي مزود اعلى هاي مزود اعلى مرحبا هلا فيك مصطفى عمارني من وين يا مصطفى كفينا اهلا وسهلا فيك هلا سالنا كسوه الكعبه الكسوه قديش وزنها
تقريبا 170 كيلو. 170 يا كفيني، مش 170 للأسف. شركة فلسطين للتأمين، أنتم معنا بأمان. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا مع شركة فلسطين للتأمين، أنتم معنا بأمان. خليكم معنا في هالأمسيات الرمضانية الحلوة في مدينة طول كرم. مرحبا. يا أهلا بحياكم الله. وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. الله أكرم. كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله، أحلى منك ما فيش. الحمد لله. عرفني باسمك. ناصر محمود خريوش. أهلا وسهلا فيك يا ناصر. ناصر الله. إحنا بنك فلسطين للتأمين مع حياتي. شركة فلسطين للتأمين، شركة فلسطين الله. للتأمين، أنتم معنا بأمان. كم تزن كسوة الكعبة؟ الكعبة لها وزن، قديش وزنها بتعرف؟ وزن مادي مش ولا الكعبة؟ الكسوة، الغطاء تبعها. مادي يعني؟ لا، قديش وزنها؟ مش مادي، قديش سعرها؟ قديش وزنها؟ يعلم الله، جوز يعني 400 كيلو أو ما شابه ذلك. 1000 4000 كيلو لا. لا يا زلمة، 4000 بقول لك 400 كيلو. 400 لا، من 300 ل 400 كيلو بس. 4000 لا، بقول لك من 300 ل 400 فقط. ايش؟ من 300 ل 400 فقط. 300 ل 400. تعال، كنت جاب الحل. تعال. 150. من وين بتجيب المعلومات انت؟ والله يا زلمة ما بغششك غلط. والله واحد متعلم. قالوا لي على طول برن علي بقول 1150. والله هذا ضايع المتعلم. لا شرفك بضايع. بقول لي 1100 وشو اسمه، عمر وحاجج وعارف يعني بالدين. حاجج هو كان يوزن فيها. ما بقول لك. هو رايح يحج ولا يوزن. يعني حسب معلوماته دقيقة 1150. 1150 تمشي عليه. ايه. طب انا بتعطيك المعلومة. هات شوف. وبتضرب والله اصلي. لانه غلبني صح؟ هات وينها؟ هات. طيب وزن اهلا اهلا بصدام. هاي من شركة فلسطين للتأمين. شو بدك كيلو؟ كل عام بخير وجماعة أصلية. جماعة أصلية وجماعة محترمين وسمعتهم طيبة. طيب وبتعرف انه عندهم 12 فرع منتشرات في الوطن وخدمة وكلاء، كل الوكلاء بخدمة يعني هي كمان. برضو تنساش يعني متوسعة، يعني شركة نعم متوسعة. نعم نعم. وكل احترام لهم. طيب عرفت قديش وزن كسوة الكعبة؟ انا بعرف 1150. السؤال عندك بعرفش دقيق ولا مش دقيق. اعطيك دقيق. هات شوف. كل معلمك انت اللي اعطتني اياها غلط. ايه. كسوة الكعبة 620 كيلو جرام. يا سلام يا سيدي. كل احترام. مزبوط ماشي يا سيدي. حبيبنا حبيبي. كل عام بخير. الله يبارك. طيب مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا المحطة الأخيرة معكم في برنامجنا برعاية شركة فلسطين للتأمين. أينما تكونوا دائما بأمان. أنتم مع مين؟ مع شركة فلسطين للتأمين. لا تنسوا تأمين على كل المصانع، المحلات، السيارات، الحوادث، السير، العمال، المصانع، والوكلاء بخدمتكم على امتداد الوطن. مع شركة فلسطين للتأمين أنتم معنا بأمان. أشكركم مشاهدينا ومتابعينا لحضوركم الدائم ومتابعتنا. شكرا لزملائي براء عمر وخباب الأصمر، ومني أنا منتصر العناني. شركة فلسطين للتأمين، أنتم معنا بأمان.